مرحبا نحن اليوم عم نعمل خامس حلقة من بودكاست ممكن عن الكابيتال كنترول وعن التعافي الاقتصادي مثل ما قلنا من قبل بغير فيديوهات انه بينين هاي الحملة اول شيء على مدمكين اساسيين حرية القضاء وحكينا عنه بالتفاصيل والاستشفى والتغطية الصحية للجميع اذا عندنا مجتمع عنده قضاء عادل والمجتمع تبعه ما بيخاف ما بيعتلهم يفوت على المستشفى فينا نعمل فينا ننطلق ونعمل انطلاقة اقتصادية من أول وجديد ونقدر نحل كل مشاكلنا الليلة نستضيف صديق عزيز سوبر خبير مش خبير سوبر خبير نيكولا شيخاني نيكولا هو هارفرد جراجويت كان مدير سابق بالبنك العربي بسويسرا شاغل مع الامريكان انتي كوربشن Institute وبعتقد بعدك ممبر بعدك ممبر سيرتيفايد سيرتيفايد بس لفتني شيء كتير لذيذ بال بالسي تبعك راح راح اقراه راح اقراه كله يلي هو انه آه انت منك عضو باي حزب سياسي لا فاذا بتحكي ضميرك بتحكي ضميري وطنيتي ايوه وانت مدير مؤهل لمكافحه الفساد وهذا شيء كثير مهم وخصوصي بهذا الملف اللي عم نحكي فيه آه، وانت حاليا آه، منصب فارس في مالتا مالتا في مالتا فرسان في فرسان مالتا عضو سابق بالمجلس الاستشاري لجمعيه فرح العطاء كمان بنوجه لهم تحيه للشباب وانت عضو بالمنتدى السويسري للسياسه الدوليه ونزمة كريبتو فالي بس الزه وحده اخر شيء بتقول نيكولا يدعو الى الاخلاق والنزاهه كقيم اساسيه في حياته. ان شاء الله خير وانت فاينانشال جورو يعني. فاينانشال جورو يدعي للاخلاق والاستقامه يعني بعتقد عندنا حلقه فظيعه الليله. اهلا وسهلا فيك نيكولا شيخان ممكن. ميرسي بوكو زياد ونحن هون حتى ندعم ندعم الوطنيه وندعم شباب مثلك تسلم. لانه لبنان لازم له هيك شباب للتغيير. إذا بقينا مثل ما كنا ما رح نقدر نعمل جديد. تسلم نحن متكلين عليك. ميرسي كثير ومسؤولية كثير كبيرة وأنا متكل عليكم إنه أنتم تكونوا السبورت ونحن هون لحتى كلنا نكون عم نحكي فرد لغة. نحن اليوم نحن للمصادفة بده يصوت كان مجلس النواب على إنون كابيتال كنترول وإذا تابعت شوي الأخبار من عبكرا صار في همروجة طويلة عريضة قدام المجلس وجربوا يخبصوا الناس وعرفنا هلا من شوي مش من زمان انه ما تصوت عليه بدنا منك هي تنفسر لهالعالم بدون ما نفوت كتير بالتفاصيل التقنيه شو هو الكابيتال كنترول وشو اهميته وليش لازم نعمله الكابيتال كنترول شيء كتير هين بيعمل كنترول اوف كابيتال يعني بالتايتل تبعه بتعرف شو هو اوكي okay. اليوم الكابيتال كنترول بيعملوه حتى يكمشوا الكتله النقديه ببلد حتى ما تخف العمله الصعبه الموجوده داخل البلد تتهرب ما تضرب تتهرب ما وحتى يقدروا يكمشوا هالكتله النقديه حتى يقدروا يركبوا خطه تعافي عليها يعني طالما الكتله بتهز كتير صعب الواحد يركب خطه تعافي يشوف سعر الصرف كيف يثبته اتسترا اتسترا دونك وان واحد من اوائل مطلوبات صندوق النقد الاي ام اف هو نركب هالكابيتال كنترول صار له سنتين بيطلبوه uh, هيدا الكابيتال كنترول كان لازم نركبه من سنتين ونص لما امتين نفجل. امتين برايك كان لازم <applause> دغري يعني لو في حدا عم بدير هالازمه بطريقه اخلاقيه اذا بدك امتين كان لازم دغري يعملوا 18 تشرين ثاني يوم ثاني يوم من الثوره <applause> انا بذكر انه لما انفجرت القصه بالاوكرانيا روسيا ثاني نهار ركبت كابيتال كنترول ابروس بعد بجمعه لما صار في عندهم الكريزه الاقتصاديه واليونان زيت الشيء الكابيتال كنترول ما بينلعب فيه بس ما بينحط على مده طويله <applause> الكابيتال كنترول بيقتل الاقتصاد بكربج الاقتصاد ما عاد مصاري يعني كل الفورن دايركت يعني المستثمرين الخارجيين بده يجوا يحطوا استثمار بيتوجسوا بيتوجسوا بفوت المصريين ما عاد في يظهروا so, بنحط الكابيتال كنترول حتى نركب الخطه الاقتصاديه لانه رح يحملها الكابيتال كنترول على ست ست اشهر سنه ماكسيموم وهيك هالخطه الاقتصاديه من بعد سنه ببلش آه. تخلق نمو بالاقتصاد بسموه جي دي بي جروث وهذا الجي دي بي جروث بمول كل الاقتصاد وبيرجع مش الحلقه الاقتصاديه بكاملها. اليوم هيدا اللي كانوا عارضينه اليوم لكم لكم فتره من الاشهر كانوا حاطينه؟ اول شيء قبل ما نحكي عن هيدا بتذكر خمس سنين بدنا نحكي عن اللي قبله من شهر أيه؟ اللي طلع من شهر انت امتى قيامتك وقتها بتذكر انت عصبت يعني مش بس امتى لا انه بدنا نعمل الاشياء مضبوطه للبلد الكابيتال uh, كنترول uh, مهم بس لازم يكون على فت فتره كثير قصيره بال بال, uh, بال من شهر من ثلاث جماع تقريبا حطوه على خمس سنين، خمس سنين يعني قتلوا الاقتصاد اللبناني وخلص نهو محيوا البلد ما حدا بيجي بيعمل استثمار بقى ببلد فيه عليه كابيتال كنترول على خمس سنين الطويل. لانه لما بتركب خط التعافي بدك تركبها على خمس سنين عشر سنين وبالتعافي بدك تخلق نمو وعلى خمس سنين اذا ما خلقت نمو كارثه الكوارث دونك اليوم اللي كتبوا هالكابيتال كنترول يا ما بيفهم مع احتراماتي لكل لك العالم يا بيفهم كثير منيح بده يضرب البلد دونك بالحالتين شيء كثير خطير تاني شغله بالكاب هلا انا شفت اخر فيرسيون شفتها سنتين بعدها طويله امبارح على الاخبار كانوا عم يحكوا سنه سنه شيء اوكي بينقبل نص محموله نص حمله بس ما معناتها سنه لازم نقبل فيها اذا باراليل ما في خطه تعافي ما بيركبوا كابيتال كنترول بس ليركبوا كابيتال كنترول ليقولوا لا ام اف ركبت كابيتال كنترول وانت كنت عامل خطه تعافي ديتاي يعني عملت وحده انا بجون 2020 انفورشنتلي uh, ما أنا, ما ما اخذوا فكرة. بيت ومن ما... وقتها كثرت الخسائر يعني من وقت لو لو بس نفسك... احنا الليله رح نحكي رح نحكي بكثير اشياء رايك بخطه التعافي رح نحكي بكثير اشياء اكيد لانه لك بالصراحه يعني لك <applause> يعني بالصراحه معلي لانه هون بتعرف نحن بممكن عم نقول الاشياء <applause> اللي... صراحة. <applause> يلي ما حدا بيقولها بولا بولا ميديا اول شيء انا شخصيا <applause> يمكن الفريق اللي بمثله كمان ما عندنا ثقه باخلاقيه اللي عم بدير الازمه انه عم بيديرها بطريقه هي لصالح الشعب اللبناني فاذا لما اليوم حتى كمان ما عندنا ثقه انه هو قادر يحط التعافي خطه تعافي تكلنا نتعافى عم بيحط خطه ل بورسيون صغيرة من الناس تتعافى او تهرب من العقاب. سو so, بدنا منك انت تفسر ليش كتير مهمه خطه التعافي تكون مربوطه وتكون توقيتها يعني توقيتها هو هي والكابيتال كنترول تتري كريتيك ما هيك؟ وشو لازم دغري يعملوا؟ لنخلص شوي عن الكابيتال كنترول ونفوت بخطه التعافي عم بيحكوا فيها هلا لانه لانه هيدي كمان كتير خطيره وانا عم بحاربها لانه هيدي بتقتل البلد كابيتال كنترول بتخنقه هيديك بتقطع له رقبته. سو اليوم الكابيتال كنترول مثل ما قلنا ماكسيموم ماكسيموم منشت حالها سنه بس قبل بدنا نشوف شو هي المسؤوليات قبل ما نركب الكابيتال كنترول، اليوم قالوا الخسائر تقريبا 60 بس مين مسؤول عنهم بعد ما بنعرف لانه لما واحد بيخسر 60 مليار دولار يعني 100 مليار دولار دين وما بيعرف وين راحوا المصريات في مسؤوليه زياد مزبوط 100% ما فينا نغمض عيوننا نقول يلا بسيطه ها رح وكان عندك وكان عندك كمان تساؤل عن الريترو اكتيفيتي رح نحكي فيهم كلهم، دونك اول شغله س ماكسيموم سنه اوكي ماكسيموم اوكي كابيتال كنترول بعدين بنشوف اذا لازم نزيده ست اشهر ثلاث اشهر زياده ثاني شيء أه, بدها تكون متساويه مع خطه التعافي ما فيك تقول ركبت كابيتال كنترول على سنه وبعدين بشوف اذا بركب كب... آه, خطه التعافي بده يكون في ميزانيه كمان اليوم آه, ال... البل... ال... ال... شو اسمه البي ان ال يعني البادجت تبع الدوله اوكي okay. بعد ما قروه صرنا ب... بنيسان انه يعني ما فيك لما بتعمل بادجت كمان بده يحمل خطه التعافي دو في عندك الكابيتال كنترول والبادجت اوكي اثنيناتهم بدهم يحملوا خطه التعافي لانه البادجت بيكون مركب الكي بي ايز على الكي بي ايز تبع خطه التعافي على فكره نحن كان عندنا سياسيين بيتباهوا وبدهم يعلموا غير بلدان كيف بيديروا كيف بيديروا بلد بلا بلا بادجت <applause> هيدي آه <applause> غير موضوع <applause> بس آه انه جربنا ما زبطت <applause> آه بظن يعني شوي اكثر من انه ما زبطت تاني شغله بالكابيتال كنترول طلع من شيء تقريبا جمعتين ثلاثه كان في شيء اسمه لجنه هيدي اللجنه كان عندها تقريبا فول باور على اللي بيصير بالكابيتال كنترول يعني لما بتقريها بتقول خبال الكابيتال كنترول حطوا اللجنه خلينا تقرر كل شيء هي هيدي اللجنة كانت في بقلبها رئيس الوزارة وزير المالية وزير الاقتصاد وحاكم مصرف لبنان هيدي أنا سميتها دكتاتورية مالية رح نروح للآخر معك فيها ممنوع يكون في هيك لجنة منا يعني اندبندنت اوكي بالسيستم لا يكمش الكابيتال كنترول تبع البلد ويكمش كل شو كان عنده صلاحيات يعني كل كل, كل الفلو بالبلد كان عنده تقريبا باول خطه تقريبا كل الصلاحية تقريبا كل شيء يعني لما بيكون في عندهم فقره واحد اثنين ثلاثه واذا شيء ناقص اللجنه بتعمله يعني اذا واحد بيطلع مصاري مثلا أه... غير مش موجوده بالكابيتال كنترول هني هنن بيقرروا هنن شيء كثير خطير يعني استنسابيه فظيعه استنسابيه كامله انا لما بنعمل القانون بده يكون في عندك اندبندنس اوكي حوالي الليجن اللي بقلبه اوكي مشان هيك مثلا لجنه الكهرباء لازم تكون اندبندنت هذا طالبه صندوق النقد مش هيك مش عم بيعملوها لانه ما بدهم اياها اندبندنت مزبوط والى اخره نحن طلبنا انه هاللجنه يزيد عليها عالم اندبندنت ويخفوا من من مسؤولياتها قبل الكابيتال كنترول هي اسمعونا وان شاء الله خير ان شاء الله خير شو غيروا زادوا عليها عالم شيلوا كم شخص يعني عليهم كونفليكت اوف انترست بالاكواسيون اوكي وهيئته عم بتحكي في لبنان لا بعده هو بعده اوكي وعم بزيدوا عليها كم شغله انه هي ما عاد عندها الصلاحيات الكامله اه هي ديبندنت من الوزاره والوزاره افضل شوي بس شوي مش, 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 perfect. مش 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 بيرفكت مش مش بيرفكت اوكي <تصفح> واخيرا <applause> كابيتال كنترول لازم مش قبل اخيرا لازم يكون آه على العمله الدولار ما تكون على العمله الصعبه لما تفوت على العمله الصعبه على لبنان لازم تقدر تضع. نعمل كوميرس ما فيك والا دونك هيدي بعدها منا كتير واضحة بالقانون الكابيتال كونترول هيدي بتضرب الاقتصاد بدنا ننتبه لها كمان وأخيرا اه ريترو اكتيفيتي تبعيته يعني قديش فينا نرجع لورا بأول فيرجن <applause> أنا بحب ذكر إنه كانوا راجعين لاثنين نيسان خي ليش اثنين نيسان من 17 تشرين لما بصنفوا الودايع القديمة والجديدة بصنفون على 17 تشرين أكيد أوكي اه نحن آه، نقول لا غلط ريترو اكتيفيتي بدكم ترجعوا لورا 17 تشرين ليش شو كان لها شو كان إلى, الى <applause> لأنه بدنا نعرف إنه بين 17 تشرين لأنه بدنا نعرف لما نحط الكابيتال كنترول بتحمي كل الترانزاكشنات اللي صارت من 17 تشرين لهلا شو يعني بتحميهم يعني إذا شنو هالبنك البنك رفض لك تبعت مصريات لأولادك لتعلمهم إله حق لأن... صار في قانون لأنه صار في قانون فيها دونك بيحمي حاله البنك بس نحن ما عندنا مشكلة نحمي البنك بس عندنا مشكل إذا صار في تحويلات استنسابية من 17 تشرين مش ل 2 نيسان لهلا لا. اوكي يتساءل البنك ليش حولهم ونرد هالمصريات ونعرف اللي انت كان عندك استيمت ومنعرف كان الاستيمت بين 6 و 8 مليار دولار ذهب بتعرف شو يعني 6 و 8 مليار دولار؟ يعني هول اذا رجعوا فاتوا ونحطوا بصندوق لاعاده اعفاء لبنان آآ آآ بيعملوا آه. تقريبا يع... في لبنان بيعملوا تقريبا 50% من الناتج المحلي 50% من الناتج المحلي بدك 10 سنين لتكبر الناتج المحلي ب 50% دونك كثير مهم نعرف شو عم نعمل ما جايين نقول لهم للبنوك خلص حافظتوا على حالكم بس من تاني ميلي ردوا الظهر فهمت شو قصدي؟ يعني في اكليبر مش وان واي مثل ما عادة بصير اوكي بدنا نكون منصفين بدنا نكون نرد المصريات للشعب اللبناني آآ آآ ليش ظهرت لمسيو اكس ما ظهرت لمدام ايغريك اوكي واذا ظهر لمسيو اكس ردوا المصريات والا ادفعوا من جيبتكم هيدا هو الكابيتال كنترول ممنوع فيك ترفع دعوة عليهم اوكي آه مثل بهاي الفيرسيون اللي كانت عم نعملها ديسكسيون اليوم شفت شيء اذا في ريترو اكتيفيتي ولا لا؟ آه في ريترو اكتيفيتي بس بعد ما عرفنا هيدي يعني. مخبينا اخر فيرسيون مش عم نس مش عم نقدر نكمشها نعرف شو عم يحكوا عنا بس بظن وصل صوتنا اوكي ولنشوف شو راح يعملوا، واليوم كان في مظاهره بتعرف وكان في نقابه المحامين وغير نقابات كمان عاملين اضراب آه لانه في تل... صديقنا كريم ضاهر كمان أيدي ال بوجه له التحيه كريم شو لك صار لي جمعه ما شفتك سو <تصفح> آه, 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 اليوم بدنا ننتبه شو عم بصير اوكي okay. ما فينا نزيد كابيتال كنترول حتى نعمل تيك بوكس على الاي ام اف ما فينا نعمل خطه تعافي لانه تيك بوكس ثاني ما فينا نقبل بشروط الاي ام اف لا لانه بدهم يعملوا شيء اسمه كويك وينز قبل الانتخابات يقولوا نحن عملناها لانه بعد الانتخابات ما راح يكونوا موجودين الشباب مزبوط دونك بدهم يعملوا يعملوا مزبوط ما يعملوا بسرعه ويسرقوا سلق ونفوت كلنا بالحيط عن عن قصد جمع عن 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 غشمه عن, عن غشمه واحد اضرب من الثاني اوكي هيدا الكابيتال كنترول على السريع تريبيا خطة التعافي <applause> خطة التعافي أول شيء خطة التعافي سمعنا فيها لأنه كمان مخبينا خطة التعافي <applause> أنا امبارح طلعت تويت شفته كتبت عليه بالأحمر ممنوع, ممنوع. ممنوع. أوكي مفاجئة للمشاهدين ممنوع شو الممنوع؟ ما أنا نعرف إنه خطة التعافي شو عم بجربوا يعملوا؟ عم بجربوا يقولوا لنا إنه نحن يا شباب رح نرد 90% من الحسابات رح نرد مصريتهم مصرياته مزبوط؟ طيب. بالدولار بالدولار 90 90% من الحسابات بيعملوا تقريبا شي 15 16 مليار دولار طيب 90 مليار دولار باقيين ما رح يردون بس هيك بيعطوك ارقام انه 90% ردينا بس بدنا نعرف انه 10% من اووال المودعين من حسابات المودعين بيعملوا تقريبا 80% من الودائع فهمت شو قصدي؟ يعني يعني عم بيقولوا لك المودعين الصغار رح نرد لهم مصرياتهم فيري جود بس يا اخي ليش المودع الكبير ما بدك ترد له مصرياته؟ يمكن على ال 10% من المودعين الكبير يمكن في صفر صفر واحد حرامي بس 9.99 من عرق جبينه ما فيك تعمل استنسبية بين المودع الصغير والمودع الكبير ممنوع وهيدي ليك ممنوع لانه المواطن بالدستور موضوع الثقه مش بس هيك المواطن هو عنده آآ آآ العداله الاجتماعيه بتطبق على كل المواطنين مين ما كان يكون اوكي okay. دونك اليوم ما فيك تقول انا صغير وانا قلبي بده اصل له يعني اصل له مصريات <applause> 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 كيف ممنوع على الاستنسبيه هلا شو عم يعملوا حتى ما يفوتوا بهال بهال, بهال... بهالديباج اوكي عم بقول لك بعدين حكوا عن الليره امنا ضد الليرة را. بتعرف شو بتعمل الليرة بتعرف شو بتعمل اكيد بدهم ياخذوا يعني... تقريبا 60 مليار دولار بيقول لك بعطيك اياهم بالليره من هال 80 مليار الباقيين ما فيهم يردون اوكي راح... الله بيعرف اي ريت وانا عم بيعرف اي ريت ياخذوا 60 مليار منهم وبيحولوا ليره شو معناتها يعني الكتله النقديه بالليره رح تصير تكبر لدرجه آه يمكن 100 مره اكبر اوكي okay. يعني تدهور سعر الليره 100 يعني مره زياده وين صار <applause> الدولار بولا. ما فيني اقول لك قد يصير الدولار <applause> دونك لما بيعملوا ليرارا اوكي okay. وانا يعني بت... بتمنى يطلعوا شو صار بالارجنتين اوكي okay. كان في 40 مليار عملوا عملوا بيزوس نحن عندنا 60 مليار بدهم يعملوا بيزوس اوكي okay. يعني مره ونص كان الارجنتين صاروا 20 سنه ما ظهروا منا الارجنتين هيك. شو بصير بالليرة الليرة تدهور سعر الليره تدهور القوه الشرائيه اوكي okay. آه الخطة التعافي ما بتعود آه تعمل النمو اللازم حتى تحققها واهم شيء اهم شيء اهم شيء اهم شيء بيهربوا من المحاسبه اللي انت مثلاً بدي أوكي. اسالك مين بيستفيد من الليره؟ ما في استفاده، اليوم الليره يعني ما حاسبوا، يعني ما قالوا مين مسؤول عن الخسارات وعن ضرب الاقتصاد اللبناني او سوء اداره ما ال... في سوء اداره اكثر من سوء اداره، في مسؤوليه، في محاسبه في توزيع الخسائر لما بقول لك انا عملت ليره يعني اخذنا مصريات وقطعشهم خلص, خلص حليناها شباب خلص م. زبطت البالانس شيت واي ام اف مبسوط بس لا لا ما في ما في لما بتخسر لما الدوله بتصرف 105 مليار مثل ما شايفين على السلايد اوكي توتال ديت 105 مليار لما عجز الدولي بيكون 5.6 مليار لما البنك المركزي عنده 60 مليار خساره والبنوك تقريبا لانه عندهم اكسبوجر على البنك المركزي وعلى وع الدوله معظمهم مش كلهم حالتهم تكنيكلي افلاسيه اوكي في محاسبه لانه الاقتصاد بالعالم ما بيقشط لانه صار في غلطه yeah, exactly. اقتصاد It's مثل سيريز ايه مثل الطياره الطياره ما بتقشط لانه في غلطه واحده اتس 30 30 اراوند 30 سيريز اوف بروبلم بالطياره هذا قشط الطياره ونحن اقتصادنا صار له 15 20 سنه عنده كل يوم مشكلة صغير 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 من دون ما يفكروا بتصليحها مش هيك قشط الاقتصاد ما قشط من 17 20 اقتصاد مضروب تبعنا من 2001 مش هيك عزنا باري 1 وباري 2 ونحكي فيها غير مره <مم> دونك اليوم ما فيهم يجوا يقولوا لي انا بدي قص 60 مليار دولار عملوا ليره وخلص شباب قطعناها هيك بدي اعملها بس امن عليهم ما عادوا يسموها ليرة سموها غير شيء اذا بتقرا شو صار مشان هيك امبارح بعثت التويت تبعي بيقولك لك بدهم الخساره بالبنك المركزي هي كيف صايره اجوا المودعين تبعونا حطوا مصرياتنا بالبنك البنك حط 75 مليار تقريبا بالبنك المركزي اشترى تقريبا بين 10 و15 مليار يورو بوند وهوليك حطوا ديون بالسوق هيك هيك وزع وزع الودائع مصر المركزي عمل 60 مليار خساره هال 60 مليار بعدين ما يرجعوا يعملوا اعاده هيكله البنك المركزي من اموال الدوله لان الدوله منا مفلسه هلا بنحكي فيها اوكي شو عملوا؟ قال هال 60 مليار دولار البنك المركزي مدينتهم اياهم البنوك نودية ودائع عنده اوكي رح نمحيهم ليك سوري بس خليني اوقفك شوي هون تنفسر للناس ما أمينها. ننسى شو يعني المحي هلا إيه. نفسر شو يعني هول هال 60 مليار خساره تراكميه كيف شو عامل البنك المركزي تخسر هالقد مصاري وكيف خباهم؟ رح نفسرها بعد دقيقه بس خليني نخفي الفكره دك دك اوكي؟ دونك اليوم لما بيجي يقولوا لك انه هال مليار البنوك مدينين بنك المركزي بمصريات المودعين بيجي بيقول لهم حتى ارجع اعمل ريكابيتاليزاسيون اعاده رسمه للبنك المركزي بدي وقف له خسارته بطلع قانون وبمحي خساره بنك بلغي المركز. بلغي اقتطاع اوكي؟ شو معناتها؟ يعني البنوك صار عندهم خساره 60 مليار دولار نقلوا من هون لهون بكفي لك راس مالهم اليوم بين 16 و 20 مليار لانه نزل شوي عملوا خسارات يعني كل راس مال البنوك رح ينمحي باقي من ال 60 ماينس 15 ماني 45 مليار هولي اموال المودعين هير كات ديريكت عليهم ليررا يعني بل ما يقول لك عامل ليررا قالوا رح سكر خساره مصرف لبنان بالغاء التزاماته للبنوك شو يعني يعني هيركت مقنع على المودع وافلاس و... القطاع المصرفي كله القطاع المصرفي ما بدنا نفلسه كله بدنا نعمل اعاده هيكله البنوك اعاده دمجها لنركب كم بنك يمكن عندنا 55 بنك ما بدنا خمسه بدنا ست سبع بنوك اليوم اوكي لانه اقتصادنا صار تقريبا اربع مرات اصغر طيب مين مين بيقعد <applause> بياخذ هيك قرارات يعني بدون ما يكون عم بيفكر بالكونسيكونسز اول شيء كيف كيف عم بفكر بعدين اسمع 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 كيف عم بفكر عم بفكر انا وصلت لمرحله زياد انه المشكله بلبنان مو منهجي. هيدا شيء كتير خطير انا مسؤول عن كلامي المشكله بلبنان مو منهج اوكي لما بتكون مشكله مو منهجه بيعرفوا شو عم بيعملوا الشباب ما بظني الشباب ما لهم اسكيا اوكي والتاريخ بحملوا المسؤوليه وهذا شيء كتير خطير طيب يا بكره اذا بدنا نرجع نعمل سيستم بنكير اذا نحن عم نتصرف هيك هلا بكره بعدين مين رح يكون عنده ثقه يجي يحط دولار واحد عندك بسيستمك ما هيدا المشكل بدك تركب خطه تعافي ما بدك تضرب الودائع لا بعدين بدك تفرجي انك انت عم ما بدك تحط كابيتال كنترول على خمس سنين عم تتعامل, تتعامل باخلاق بدك تحط اعاده هيكله البنوك وتر... عم تعمل لها اعاده هيكله راس اموالها بدك ترجع تعمل اعاده هيكله البنك المركزي اللي هو ماسك كل القطاع المصرفي الدولة غنية اوكي قانون النقد والتسليف مادة 113 بتقول لك انه البنك المركزي اوكي الرأس ماله ممسوك من الدولة البنك المركزي هي شخصية هجينة هايبريد، اوكي مالكتها الدولة اللبنانية من خلال رأس مالها رأس ماله لأنه هي بتموله بس هو عنده استقلالية مالية اوكي ما حدا في, في مشان هيك رئيس البنك المركزي اسمه حاكم فهمت كيف؟ واليوم لما بدنا نرجع اعاده هيكله المصرف في لبنان لانه عنده خسارات وهلا بنقول ليش بدنا نجوا الخسارات ما فينا نقول التزاماته مثل انه انت مدين انا مدينك اوكي؟ بتيجي الدوله بتقرر سوري نيكولا خلص بلاها نسيها زرع بهالدقان زرع بهالدقان شو بيعمل نيكولا بيخسر مصرياته اللي هيك صارت مع البنوك والبنوك مش مصرياتهم في مصرياتهم مصرياته لانه الكابيتال تبعهم بس الباقي مصريات المودع يعني عم نقول للمودع يعني الدولة عم بتقول له وانا انا يعني كلامي ما بعيده عم بقول لك مسؤول عن كلامي عم بتقول له هعمل لك هيركات مقنع من خلال الليررة لانه ممنوع يقصوا مصريات المودة من دون يا هو يقبل يعمل اوتو هيركات مثل ما عم بيعملوا هلا يا يعملوا له ليرة يعملوا كونفرجن على الليرة بس يقولوا انه دولاراتك رح نقص لك ممنوع لانه الماده 15 بالدستور بتمنع بتحمي الملكيه الشخصيه وبذكرهم خليهم يتفرجوا يقروها الماده 15 بالدستور وبعدين نرجع بنحكي فيها، دونك ما فيهم، دونك بيفهموا انه ما لهم حق يعملوا هيك ديريكت على المودي، بس بقنعوا بليررا بيضربوا له القوه الشرائيه تبعيته، بيضربوا له الفاليو تبع الليره، بيعطوه ورق آه كوتيون مونوبولي. كوتيون مونوبولي اوكي بيعطوه الاد كم بس ما بيسوشي شيء اوكي ردنا لك مصريتك والباقي بيردوه على 20 سنه مش انا قلتها رئيس الوزراء بتعرف شو 20 سنه يعني 20 سنه في شيء كالكول ما بدي لكم اياهم كلهم 20 سنه اخي لا انا بدي تدلي 20 سنه مصرياتي بلس التايم فاليو اوف ماني لانه بعد 20 سنه الدولار حقه اليوم بيسوى نص بعد 20 سنه دونك عم يضحكوا علينا بكل الاحوال اليوم انا نعرف انه مصرف لبنان ما عاد فيه غير 10 مليار دولار اوكي والبنوك عندهم تقريبا بين 10 ل 20 مليار دولار بالسوق ليك نحن متأكدين منه هال10 مليون ما حدا أكيد منه شي ما حدا أكيد نحن بنقدر بلانشيت بطلع ما قال قديش لا بيطلع بيطلع هو بلانشيت كل 15 يوم وبنشوف شو في جوا امم بس الأكيد انه حسوب بعد في 10 مليار دولار بالبنك المركزي وتقريبا شي 10 ل 15 مليار دولار من البنوك ديون بال بالسيستم يعني على 105 مليار دولار ودائع بعد في 15 بلس 10 25 يعني مشان هيك اليوم تقريبا دولار على دولار 15 18% هيدا هو الريشيو دونك ما يجوا يخبرونا شو ما كان خطه التعافي عم بيقولوا بده يردوا 15 مليار دولار منين بتجيبوه؟ ماكسيموم في 10 بالبنك المركزي انه حتى الرقم انه حلو كثير على الاكسل حلو كثير ما بيقدر يجيبهم بس بلوكي. ما في ما ما معه مثلا حملهم هو بارتي من الخساير ولا لا؟ لا ما هن غير خسارة غير الخساره في عنده 15 بس اسمه الاحتياط الالزامي الغير قابل للاستعمال عم بيستعمله. دونك اه هلا في عندنا الذهب بس من ايه بنستعمل الذهب؟ اول شيء الذهب ما بيستعمل لتسكير خساره تستعمل الذهب لتخلق نمو ما بتستعمل ذهب لتحرقه بالسوبيا أيضا. اوكي اليوم حتى إيه ما في شي... كفا في عندنا عندنا 60 مليار خساره في عنده 17 مليار ذهب مليار ذهب دونك ما بيكفوا اوعى واحد يفكر بلبنان يستعمل الذهب ليسكر خساره هلا هو بده قرار مجلس النواب كمان ما هيك تأيدي. اكيد اليوم ممنوع واحد يدق بالذهب بس مثل ما عم بيصوتوا على الكابيتال كنترول بكره بيصوتوا ولا بيجي واحد بيقول لك ايه عندنا ذهب بفوت شعبويه بيستعملوا ذهب ذهب اخر اخر, آخر شغله عنده اياها هي البلد هيدا من رسمال يعني ضروري يقدر يخلق كريديبيليتي ماركتس ممنوع ندق بالذهب اذا بدك تدق بالذهب بدك تخلق نمو يعني يو هاف تو دو ا ريتيرن اون انفستمنت على استعمال الذهب حتى تخلق فريش ماني وتزيد الاحتياط تبع مصرف لبنان بالعمله الاجنبيه اليوم ما عم بفكروا هيك طلع. الطريقه يلي عم بيتعاملوا مع الازمه يعني <ت>... ما عم بيفكروا يا اخي انا زلمه صناعي انا بكره ناطر بس تتحسن الاحوال شوي تقدر ارجع اعمل استثمار بالسكتور البيئي اللي مازم. انا بشتغل فيه طب انا اليوم بس شوفهم كيف عم يعملوا هيك انا اليوم اليوم بطلت استرجي احط شيء بالبنك يعني شيء يعني ما بعرف ما بعرف هال هالناس اللي عم عم بيديروا هالازمه طب ما عم بيشوفوا سنتين لقدام او ثلاث سنين لقدام انه اذا اليوم انا حليت بس شهر لقدام لانه بعدين ما رح يكونوا بالوزاره دونك عندهم شهر قدامهم ليحققوا انتصارات اوكي ما عندي مشكل ما عندي مشكل بس يكون انتصار منيح للبلد انتصار فوتنا ما عندي ما بعرف ما انا ما عندي مشكله بعمل انتصار اليوم انا لبكره بعد سنه تقضي على على اي عامل ثقه اليوم حي الله مستثمر ما خينسي المستثمر الاجنبي حتى المستثمر المحلي اللي بطلوا يسترجوا يعني ما بقى عندك ثقه بهالسكتور بنكير ابدا او بال بالبوليسي يلي ما, يلي ما هيدا لازم ينعمل اذا بخطه التعافي اول شغله لازم يعملوها هن شغلتين اعاده الثقه اوكي نحن بنعرف بالفاينانس وبالاقتصاد اوكي اهم شيء اهم شيء هي الثقه بتسال حياه واحد اقتصادي بيفهم اقتصاد بيقول لك اول شيء الثقه بعدين بنركب الحل اللي بدك اياه طيب لما عم توصف في إنت عندنا هل... شغلتين الثقه إيه. إن الثقه الداخليه أوكي. حتى المستثمرين مثلك اوكي وغيرهم يقدروا يس... يجي يكون عندهم ثقه بهالقطاع المصرفي اللي رح يساعدهم ليمولهم ليرجعوا يخلقوا نمو ليعملوا ريكروتمنت ليوظفوا عالم والعالم بس تقبض مصاري بتصير ترجع تصرف وتمشي العجله الاقتصاديه اوكي هيدي بيزكس يعني الثقه الداخليه وهيدي بتمرق باعاده هيكله القطاع المصرفي لانه عنده مشكله كبير انكلودينج البنك المركزي القطاع الم... القطاع المصرفي هي بنوك وبنك مركزي اوكي المركز. على انه هو ببليك سيكتور وهني برايفت سيكتور ما نخلط الاثنين اوكي وثاني الثقه الداخليه هي بتمرق بالاي ام اف نحن ما لازم نمضي مع الاي ام اف مش المصريات بس شو عم بيعطونا 3 مليار دولار اوكي بيصرفوا مصرف لبنان لتثبيت سعر الصرف باربع اشهر اوكي صرف 600 مليون لنزلهم بالشهر من 30 ل 20 الف شهرين ورا بعض وهلا اليوم نحن 25 و 50 لانه وقف يصرف لانه ما عاد في عندهم مصاري وفي في يصرفوا للاخر 10 مليار اوكي بعدين بتصور شد حبال سياسية شو قصدي؟ بقى نحن اليوم عايزين اي ام اف لنرجع نرد الثقة الخارجية لما الاي ام اف تمضي مع لبنان مستثمرين الخارجيين كويت سعودية دايركت انفسترز اه. اوتوماتيكلي اوتوماتيكلي ببلشوا يحطوا مصاري بلد يعمل بلد يعملوا استثمار بالبلد لانه, لأنه جبرون بشوي لا لانه لانه صندوق النقد الدولي اوكي بيعطي كريديبيليتي لانه هو بيقول لك اذا انا بمضي بتكونوا بجبركم تعملوا اعاده الهيكله للقطاع القطاع العام لاعاده هيكله الكهرباء لاعاده هيكله البنوك لاعاده هيكله الدين العام اتسترا اتسترا وشو يعني يعني بصير في فيجن اقتصاديه على ثلاثة خمسة سبع سنين تحت نظره وتحت الكنترول تبع الاي ام اف اوكي structurally how to do it to grow the country again. اليوم ال 3 مليار عم يعطونا اياهم ضحك على الدقون، اوكي؟ آه لبنان صرف بذكر آه مصر المركزي صرف اخر سنتين 17 مليار دولار 17 مليار دولار زياد، اوكي؟ بين دعم مين دعم؟ دعم ودعم البنوك، اوكي؟ دعمهم دعمهم 7 مليار ما بتعرف في في قصه فيها هيدي اوكي؟ والباقي الماليه اصلا لا دعم البنوك ديريكت من بعد ما صار في ديفوت على اليورو بوند هلا بنحكي فيها كمان هيدي أه أه وصرف 17 مليار دولار بسنتين خصوصا لدعم المواد الغذائيه ودعم البنزين ودعم الادويه وبنعرف نحن انه 75% من هالدعم يعني 75% من هال17 مليار ما راحوا للمحتاجين ليش راح 50% تهريب لانه نحن عندنا المعابر تبعولنا نشكر الله مفتوحه فلتاني اوكي و25% منه راحوا لعالم ما انهم عايزينه فانا ما نعيز عايز عامل الكهرباء اوكي بدي اياها اوكي يمكن ما نعيز عايز كل البنزين دعملي اعمل اياها في عالم عايزين اكثر مني يعني هل 17 مليار انصرفوا بسنتين ونحن عم نطلب 3 مليار من الاي ام اف على خمس سنين اوكي في شو لوجيك اللي بس شو هاللوجيك اوكي يعني ما كنا عايزين الاي ام اف لانه هلا وقف الدعم ليه ما وقفنا من سنه ونص سنتين <applause> وقف دعم اليوم ليش كنت عم بدعم اشياء وقف الدعم،, إشيه... وقف الدعم. كان فينا نوقف إيه الدعم تعمل من سنتين دعم. ليش؟ لا اوعى بالسلم الاهلي، لك خلص الاهل العالم ماتوا من الجوع، العالم ما عاد معهم ياكلوا ما عاد يعني ما بعرف اذا كان السلم الاهلي موقف انه نحن لازم ندعم الكاجو والقهوه مثلا خيي كلهم بيقولوا لك السلم الاهلي بع بع اوكي يعني. ما في قصه السلم الاهلي اوكي حرب لبنان ما عاد في اوكي حاجة نقول خايفين حرب حرب وما حرب ونشد عصب ما في حرب بلبنان بقى اوكي ما في حرب بلبنان بقى عالم ما في مصاري ليشتروا سلاح ما في حرب بلبنان اوكي سو so, هلا بدنا ننتبه على الخطوره الامنيه اكيد لانه لما بيكون في ازمه اقتصاديه بتعطي ازمه اجتماعيه بيكون على طول في وراها ازمه امنيه بدنا له. ننتبه لها يعني ما بنقول ي... انه اليوم انا عم لاحق كل يوم عندك جريمه بس مش كل ما يعملوا شغله يقولنا ال... شو الشو... اسمه السلم, السلم الاهلي السلم الاهلي لا حين الوقت الدوله اللبنانيه تاخذ لو تورو بار كورن ما بقوله uh, وتعمل شيء للمواطن مش تعمل شيء لتقص له ايده واجره بمصرياته اليوم بذكر الدوله دوله, وجميع الاحزاب ما عملوا شيء بسنتين ونص اوكي okay? لا يحلوا الازمه اللبنانيه اوكي okay? كل شيء عرفت عملت الدوله انه uh, uh, تعثروا تعسروا على اليورو بوند تعسروا على اليورو بوند قال شو هيدي حتى uh, لان ما بدنا ندفع 4 مليار دولار أه شو اسمه انترست أه لا ياكلوا الشعب اللبناني خليهم الشعب اللبناني هون اوكي شعبويه تعسر على اليورو من دون خطه معقول في بلدين بالعالم تعسروا بلا خطه ما راح نسميهم بعدهم لهلا ما طلعوا منه على على السوفرين ديت تبعهم لا يعني سميهم شو, نحن أه شو نحن ما نحن نحن مش, مش, سمي. مش مشكله ما بدنا نفوت وحده منهم لا لا بس مش مش مهم مش مهم اوكي بس الاكيدين نحن منه انه تعسر على اليورو خلق مشكلة كبيرة بالاقتصاد اللبناني، اوكي؟ okay. uh, اليوم uh, uh, تعسل البوند ليوفروا 4 مليار منهم اثنين كانوا بقلب لبنان يعني هن 2 مليار لبرا كانوا ظاهرين اوكي؟ okay. uh, كلف المودع 15 مليار لانه البنوك كانت شاريه 15 مليار دولار يورو بوند بمصريات المودعين، نفسه بيقول للمودعين انه لوفر عليكم مليارين دولار مش اربعه لانه اثنين كانوا جوا، اوكي؟ okay. uh, رح اعملكم هير كات 15 مليار لانه هو اموالكم البنوك شارين فيهم يورو بوندز كارثة الكوارث وين بدنا نروح؟ بدك كفية؟ <applause> لا نتعافي بقى خلص لأنه هيدي يعني ليك ما بعرف للصراحة كمان يعني في آه يعني هالمسؤولية هيدي مسؤولية جرمية كمان يعني اليوم كلهم بعده عم بيتصرف مثل كانه بده يطهر مثل الشعره من العجين يعني طب ما اليوم هالاجيال اللي جاية ورانا ما لها حق بكره يعني عم نحملهم عم نحملهم وزر ما منهم قادرين عليه في ناس لازم تفوت على الحبوس يا اخي وفي مصاري بس لازم بس لنحكي عن يعني الاجيال القديمه بال1955 لبنان كان تسع بلد بالعالم GDP per capita يعني بتاخذ ناتج محلي وبتقسمه على كم عدد السكان عدد السكان وبيطلع لك كنا تاسع اغنى دوله تاسع اغنى دوله قدام فرنسا وتقريبا قد انجلترا تصور okay. اوكي كل ما, ما يخلق طلعنا على رابع مرتبه من كل ما يخلق ولد بلبنان كان يسوى 10500 دولار اليوم كل ما يخلق ولد عنده دين مدنون. على 20 سنه مش عيب؟ اوكي okay. هيدي ما بدها محاسبه ما بدها محاسبه هيدي؟ طيب تقولي طيب حرب حرب؟ آه انا آه. في شيء كمان 30 سنه ما في حرب في شيء دائما كنت عم ب... هيك دائما اسال لما اكون عم بفكر بهالموضوع انه خيي طيب نحن رايحين نتكل على صندوق نقد الدوله ليعطينا طيب 3 مليار مبين واضح يعني ما بدا واحد يكون بي اتش دي ايكونومكس يفهم انه هو 3 مليار ما رح يكفوك شيء طيب يا خيي كل هالمصاري اللي انسرقت واللي راحت على سويسرا وعم ما بعرف وين وعوين وكذا وكذا اللي هن كلهم politically exposed persons <applause> طيب. طيب هولي هولي نحن ب ما في بخطه التعافي ن... نرجع نلحقهم ل... ونحسبهم ب... ب... ردوا خطة مصريات باول الشعب. خطه اوكي اللي عملت بايام حسان دياب اوكي كان فيها استرداد الاموال المنهوبه تبع لازار قصدك؟ طبع... ايه تبع لازار سميها بدك اياها اوكي كان فيها استرداد الاموال المنهوبه آ... آ... بالفرنساوي مكتوبه بالعربي ما كانت مكتوبه اوكي ماشي الحال ماشي الحال رجعوا صلحوها عملنا 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 شويه شلناها من الفرنساوي ولا ولا ترجمناها لا عملنا هيك شويه حمل عليها بس بس ماشي الحال كانت ما عاطله هاي جديده انا ما شفت فيها شيء اموال منهوبين اوكي آه سو اليوم آه المبين انه آه رايحين على خطه بلا محاسبه وهيدا ممنوعه we have to fight it back. ممنوع ما يكون في محاسبه بلبنان. استداد الاموال شيء والمحاسبه شيء ثاني. بس تحاسب تعرف مين مغلط، بتحدد المسؤوليات، بس تحدد المسؤوليات بترد أموال بس بين شقفه وشقفه في جبل، اوكي؟ ونحن نقدر نرد اموال بدنا استقلالية القضاء، دونك اول شيء بالهرم لنرجع نركب البلد بدنا استقلالية الغلط. The rule of law كمان انت بتعرف انه في قانون سوبر عصري لا استقلالية القضاء اشتغلوا عليه المفكرة القانونية ويحوي بمجلس النواب وله ثلاث سنين مجتمعين عليه الشبيبة بيفرغوا بي بالله تبعه ونحن عملنا هيدي الحملة يعني الأساس تبعه هو استقلالية القضاء <applause> لأنه إذا ما عندك قضاء مستقل ما رح فينا نعمل شيء ولا ولا نشرع ولا ولا نكسب ثقة حدا يرجع يجي يشتغل معنا أو أو يجي يقول إنه يا خي جماعة أنا عندي ثقة فيكم أجي أحط مصرياتي عندكم أو شغلها عندكم سو so, يعني انت عم ترجع تلاقينا انه كل الشيء اللي عم نعمله هون اذا ما في استقلال اليوم اذا ما في إذا ما في, في سياسي واحد يتلفن يلغي الملف 100% طيب كيف بدنا نظهر من هالورطه؟ انت اشتغلت على خطه تعافي مثل ما قلت بالسيفي تبعك مع قيم ومع نزاهه ما فينا ما فينا نترك الناس اللي هن خلقوا المشكل نعطيهم انشارج نحطهم اونشارج هن يعطونا الحل، ما رح يعطونا الحل. شو طرحك؟ ليك آه خطه التعافي بدها تكون خطه متكامله متماسكه، اوكي؟ آه بين الدوله اللبنانيه مصرف لبنان، الدوله اللبنانيه عندها خسائر يعني كل سنه ميزانيتها عندها عجز، اوكي؟ كل سنه بيزيد دينا عندها وخمسة مليار، بنك مصرف المركزي عنده 60 بيقولوا 60 مليار دولار اه خسارة خسارة والبنوك اه تقريبا 80% اه رح يفلسون اذا اخذوا خسارة البنك المركزي عليهم والمودعين رح يخسروا يخسروا ثلاث ارباع مصرياتهم ما فيك نركب خطة بس هيك بقانون واحد بدها تكون خطة 360 درجة يعني تاخذ تاخذ اه كل شيء بعين الاعتبار بعين الاعتبار الدولة مصر، في لبنان البنوك والمودعين واخيرا اخر واحد بالحلقه المودع اذا بدي فيه اول شيء اول شيء الدوله لازم تدفع عملته على 20 سنه من هدر استنسابيه سرقه قطاع عام منتفخ قطاع عام منتفخ غير منتج, غير منتج. منتج, غير منتج, منتج آآ آآ كل شيء يعني دحوشوا فيهم الموظفين بيقبضوا ما بيجوا مثلا طلع في دين 105 مليار دين الناتج المحلي 18 18 مليار هيك بقولوا يمكن اقل هلا يعني الناتج يعني, يعني 8 سنين يعني الدين على الناتج المحلي 500 وين الليفل لازم يكون مئة 120 ماكسيموم نحن 500% بالمئة. لما انفجرت الكريزه باليونان كان 130% بالمئة. نحن نحن 500% دونك اليوم عندنا بروبليم كبير بالقطاع العام وثاني شيء البنك المركزي مسؤول عن الخسارات الصارمه اوكي تبعوا له واحد حقق خسارات ومسؤول عنه مزبوط اكيد ما في ما فينا نقول طلبوا مني وجبروني اوكي عنده استقلاليه ماليه اوكي في ساعد الدوله سنه سنتين ما في ساعد على عشرين سنه ادمون عيم كان ياخذ مواقف كتير صلبه وكتير متقدمه ويقول انا ما و... وكانوا يبعثوا الاحزاب تا تا يخطفوا الحاكم تاع ت... ما هو من رئيس الجمهوريه الحاكم مم. مم. عنده باور نيوكلير باور بيطبع الليره المصرف المركزي بيطبع الليره هيدا نيوكلير باور بايده على فكره بدي اقول لك شيء لما كنت عم حضر شويه للحلقه تبعنا رجعت شوية على الامبير مجلمان يعني وايام الحكم الاسلامي والفتح الاسلامي بتعرف شو كان اسمه يلي هو هلا حاكم المصرف المركزي مثلا يلي كان هو مسؤول عن المال بتعرف شو كانوا مسمينه؟ حارس بيت المال حارس مضبوط جارديان يعني اليوم مصرف لبنان شغله يساعد الدوله بس مش يمولها فرق كتير كبير م. اليوم مول الدعم اوكي okay. كلفوا 30 مليار سألت كيف صرفون uh, ما كان لازم يمول الدعم مش شغله ما في ولا محل بقانون بس بيقول لك هو بمول الدعم اوكي okay. كان وزاره الاقتصاد والشؤون العامة هي هو اللي لازم يخلقوا الحركة الاقتصادية بس إذا مولوها هن كان عجز دولي أكبر، دونك بعدين ما يكبروا عجز دولي كبروا عجز مصرف لبنان، فهمت شو قصدي؟ اليوم عجز الدولي بين 4 و5 مليار دولار بالسنة، منين جاي؟ جاي من الكهرباء، جاي من دفع الدين جاي من من سلسله الرتب والرواتب وهالقطاع العام المنفوخ وعم بيصرف اكثر ما عم بفوت مصاري لانه جبايه كمان على جميع الاصعده على المرافق غير متفاوته يعني. ومن الشعب غير متكافئه بالأخرى. غير متكافئه ومش على مش مش مزبوطه م. دونك اليوم الدوله عم تعمل خساير هالخساير مصرف لبنان لازم يدعمها حتى يقدر يسكر خساره تفتح ميزانيه جديده لما نعم بيدعمها بالليره اللبنانيه وهيدا غلط في يدعمها مره مرتين اوكي دعمها على 20 سنه لما نعم بيدعمها بتضخم الليره بضخ دولارات حتى يضل سعر الليره مثبت على 20 سنه هيك صرف دولاراته مصرف لبنان 30 مليار تقريبا دعم الليره اللبنانيه لانه الدوله عامله خساير لانه نعم الدوله عامله خساير ما دعم الليره ليتسلى اوكي ودعم 30 تقريبا 30 35 مليار دولار على الدعم تبع السلع للمواطن وهيدا غلط كبير شغل الدوله مش شغل مصرف لبنان بالاخر خسائر صاروا عنده اوكي بدل ما كان ندعم السلع انتبه طيب. ما كان لازم يعملها المسؤوليه انه ما كان لازم يعملها كان شغله ما في يحملوا المسؤوليه دونك اليوم اعاده بنك المركزي لازم تمرق بالدولة اللبنانية هي تدبر حالها لت... نحكي فيها بعد شوي بالخطة بس كنت بدي اقول لك شغلة لانه هذيك اشتغلت علي انا بموضوع القمح نحن كنا ندعم القمح تندعم طيب الخبز اوكي بس نحن ولا مره حطينا سياسه زراعيه انه يصير عندنا اكتفاء ذاتي بانتاج القمح لو عملنا كنا هيدي هيدي الخطه وصرنا ننتج قمح نحن كفايه يلي كان عم مصر في لبنان من دولارات هيدا كان تقريبا نزل ل 10% من قيمه شو كان مشكلتنا بلبنان ما كان في رؤيه اقتصاديه كان في ضربات تكتيكيه اوكي لـ 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 لتمويل حملات شخصية لا يستفيدوا من من الميل العام اكيد موضوع الرؤية الاقتصادية ما كان في حق مية بس من شوية عقارات وشوية توريست هيدي تشيري اون ذا كيك ما بتركب اقتصاد لأنه أول كم. ما يصير فيه هزة صغيرة بيهرب التوريست والريل استيت بينهار مثل ما نهار هلا اوكي بدك تركب اقتصاد يعني صناعة يعني زراعة يعني ترجع تشوف سعر الصرف إذا بتثبت سعر الصرف بتقوى بالصورة غالية اليد العاملة بلبنان ما بتعود فيك تصدر اوكي مشان هيك العالم بتروح تشتري تركيا ومن الصين نحن عم نشتري من تركيا ومن الصين لانه اليد العاملة عندنا غالية كانت لانه كان 1500 مثبتة على الدولار ل 20 سنة واحد باقتصاد مثل لبنان ما بيثبتوا سعر الصرف بيعملوه فلوتينغ كان طلع يمكن 3000 4000 5000 ورجلج البلد كله سوا ما كان في ما كان خلقنا هالغنى الاصطناعي الاصطناعي اللي مولوا يعني مصرف لبنان بدعمه وبعدين هيك بليله بليله ما فيها ضوء قمر يعني فلت كل شيء كان, كان غلط آه. كبير اوكي اليوم نحن الغلط بيجي على الدوله اللبنانيه انا بحملها مسؤوليه 50% بالمية. اوكي عملها 105 مليار تعثرت على اليورو ضربت الاقتصاد وعمل خساره بميزة صار لها 20 سنه 50% 20. بالمية من الخساره 25 مصرف لبنان لانه حقق دوله بدها ما كان حقه اوكي ولانه عمل هالهندسات الماليه مع البنوك حتى يفوت المصريات ليرجع يدعم ويمول الدوله هيدي غلط كبير كلفت بلاوي الهندسات الماليه على لبنان اوكي والبنوك مخطئين لانه ما كان حقهم يفوتوا بهاللعبه ممنوع يعملوا اكسبوجر على شخص واحد بالدولار لو بالليره ما عندي مشكله لو مصرف لبنان عنده مطبعه ليرات بس عملوا اكسبوجر على مصرف لبنان بالدولار 75 مليار دولار اوكي ممنوع يعملوها بمصريات المودعين مش مصريتهم لأنه مصريات المودعين هن شو وديعه وديعه مؤتمنه فيديو سيري ديوتي اوكي يعني. عشان هيك بياخدوا لايسنس من البنك المركزي على والفيديو سيري. ولا ما بيكونوا بنك دونك اليوم صار في خطا مثل ما قلت لك متتالي كذا خطا ورا, ورا ما في بعض خطأ ورا. خطأ وهو م. المثلث الذهبي دولي مصرف من والبنوك هن المسؤولين لازم اول شيء الدوله تدفع 50% من المسؤوليه لانه هي مسؤوليتها الخصير. مين دولة؟ أي دولة؟ هلا يعني بدنا نقول مين جديد. بدي حاسب أنا خير بالدولة؟ وآخر حلقة المودع مش يبلشوا باليوم بخطة التعافي بقصوا المودع بحلوا مشكلة البنوك يعني نص مشكلة البنوك بيضربوا البنوك بحلوا مشكلة المصرف المركزي ومصرف الدولة طيب يا طيب أنا معك هلا اليوم عم عم بيتداولوا بقانون بي كابيتال كنترول واليوم ما قدروا يصوتوا عليه لأنه ما في معه خطة تعافي طيب هالخطة التعافي اليوم إذا بدنا نجي نحطه أوكي بدنا نبلش نمد الأصابع على الناس أو, أو بدنا نجي ناخد إجراءات يعني اليوم أنا برأيي كيف بدك تتعافى وعندك قطاع عام ثلاثمية وخمسين ألف سالارية وعندك اليوم البنوك تقريبا يعني كله كلنا عارفين انه ما بدنا مش عم نتحذر انه هو تقريبا مفلسين ما بقى عندهم هيدا وعندك اقتصاد بطل عم بفوت عنا دولارات ما عنا شيء يعني غير انه متكلين على شوية اللي عم بيبعتون اللي الاكسبات اللبنانية عجلتنا الاقتصادية مهرية واقفة ما عم, ما عم تبرم طيب برأيك شو رح يعملوا خطة التعافي تيمرق هيدا القانون اليوم الخطة الموجودة غلط نعملك بدك تركب خطة آه. بدنا نركب خطة في عنا رود ماب، اوكي؟ الخطة هي رود ماب، اوكي؟ أول شيء بدنا نركب الكابيتال كنترول، اوكي؟ مش لنتسلى بليز حطولنا اياها أونلاين لاين هيدي مش لنتسلى نركب الكابيتال كنترول، مش لنتسلى يا اما نقول هيدا بده يوقف العمولة الخارجية اللي بتفوت على لبنان، لا لأنه لنقدر نكمش الكتلة النقدية والاقتصاد على ست شهور، ما بدنا أكثر من ست شهور، والشباب لازم يشتغلوا ليل نهار، اوكي؟ okay. ما يروحوا محل يقعدوا بالمكتب ليل نهار ونجيب لهم اكل بيتزا على المكتب ليشتغلوا حتى يطلعوا هالخطه التعافي المتكامل المتماسكه بمصرف لبنان الدولي والبنوك اوكي مش بس وان واي فسرنا شوي شو نحن نحن وصلنا اوكي okay. دونك الكابيتال كنترول اهم شيء ومطلوب من من من, من صندوقنا لانه الصندوق عم بيعطيك مصاري كمان ما بده مصاري يهربوا كمان يعطيك 3 مليار اوكي okay. منه حمار اكيد نحن ما اكثر عددين عددين اكيد okay. <applause> وبس يشوف يمكن انه حققوا الكابيتال كنترول عملوا خطه التعفيف بنعطينا بعد مصاري انتبه مم. اوكي بس انا ما بحب الدين بس مش مشكله مم. ولا انا اوكي آه، سو سو ثاني شغله بدنا نعملها آه، المونيتري ريفورمز اوكي مصرف لبنان لازم يحط مونيتري بوليسي صار له سياسات ماليه سياسة يعني سياسه ماليه اوكي واستراتيجي اوكي اليوم مصرف لبنان صار له زمن طويل مش عامل سياسه ماليه عامل تعاميم تكتيكيه بتسمع تعميم 151 و 58 61 هول تعميم تكتيكي رياكشنري يعني اكشن رياكشن بس تعميمات تضخميه اوكي دهور سعر صرف لشغلتين اول شيء لانه انضرب اليورو بوند وثاني شيء لانه التعميم 151 54 58 كبرت الكتله النقديه مشان كل دولار بدل ما يعطيك 1005 يعطيك 8000 يعني خمس مرات اكثر من جبر يطبع مشان هيك بال 161 هلا عم بيقطع اللبناني صار اللبناني غالي عم يعملوا لك هير كات على اللبناني لما يعني بتسحب فريش لبناني كوارث كاش لبناني سوري آه آه يعني هيدي هيدي بدك تكون لمو كل المصاري بدك عندك آه آه. كلكوليتر حتى تقدر تعرف كيف تشتغل بمصرياتك يعني في كوارث هيدي بتقتل المستثمر الخارجي دونك اليوم هالسياسة النقديه لازم تنعمل متكامله متماسكه مع سياسه ماليه يعني فيسكال بوليسي مع مونتري بوليسي مع فيسكال بوليسي وحده ماليه بتعملها الفيسكال بوليسي يعني السياسه الضرائبية والسياسه النقدية مصرف لبنان بكونوا متكاملة متماسكين لا يحملوا الخطه لا يحملوا الميزانيه ولا يحملوا يكونوا سبورت مع الكابيتال كنترول اللي رح يصير ما فيهم يعملوا شيء هيك اندبندنت اوكي حتى الخطه التعافي بدر السياسه الماليه والنقديه يكونوا حاضرين طيب بدي اسالك شيء فيك تجاوب بصراحة أيه بس بدي أيه. نقطة. اوكي لا لحظه هون <تصفي Alicia> انت برايك أيه. هول الناس اللي بدهم يعملوا هولي موجودين هلا بهيدا الفريق؟ اللي هول بس نسيل ثمان نقط، هول النقطتين اللي دجاج حكيتهم، ناس تحط سياسه ماليه وناس تحط سياسه ضريبيه تعمل انتعاش للاقتصاد، أنا برايك أنا موجودين أنا هول الناس؟ انا بظن اليوم موجودين. لاول مره اوكي وزير الماليه كان يشتغل بمصرف لبنان. دونك بيعرف شو هي السياسه النقديه واليوم بالماليه لازم يعرف شو هي السياسه الماليه الضريبيه الماليه م. دونك لاول مره في عنا ديو مصرف لبنان وماليه بيعرفوا بعض حين الوقت يقعدوا على الطاوله يقولوا لي خي بس اعطونا اربع سنين حطوا كل افكاركم السياسيه وغير شيء أعطونا ثلاث سنين اوكي وركبوها الخطه بسيطه اولاد اولاد اولادكم رح يذكروكم والتاريخ بيذكركم هيدا عم جرب أقول ان شاء الله سألتني رديت عليك اليوم ايه واذا ما عملوها ممنهجه رجعت لها هيدا ما هيدا الخايف ثالث الم... نقطة ثالث نقطة بدنا نعمل شيء اسمه ستوب لوس يعني النزيف اليوم لبنان عم بينزف اوكي شو نزيفه؟ نعرف نحن انه اكبر نزيف هو كهرباء لبنان مضبوط؟ رح يكون عندنا حلقة مخصصة للكهرباء تمام 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 اكيد رح اقدر رح واللي رح نقول انه بدنا نلغي احتكار الدوله على انتاج الكهرباء لانه كل ما تعطي احتكار لشي حدا ليك وين بيوصله انا بتطلع بالميزانية. الميزانيه الميزانيه عندها خساره منين جاي خساره الكهرباء من تضخم الموظفين الدوله اوكي okay. بتعرف انه من 2017 طلع قانون ممنوع توظف توظفوا بين 10 و15 الف واحد استنسابيه انتخابيه بال2018 بعدين انا ما عرفت كمان انه بس ينجو الكيلوات ببيعوه تحت سعر الكلفه مزبوط دونك في عندي الكهرباء هن القطاع العام بدنا نخفف له شو اسمه العبء تبعون اعاده هيكل وهيدي بند من بنود الاي ام اف انتبه وهذا كثير صعب لانه هيدا منه شعبوي اوكي اسبانيا لما صار في الازمه خففوا 30% دايركت دا. ضربة هيك صار في هي بس مي... وين راح شار... سلي في مليم. عالم مش مبسوطة ونزلوا على الطرق بس شو ثلاث سنين اسبانيا رجعوا رجع فوتوه كلهم برايفت سيكتور كل برايفت 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 اللي خسروا شغلهم هيدا سلم دمك هيدا هيدا الخطه اللي, اللي تعمل ميكس تشينج بين الببليك والبرايفت تقوي البرايفت سيكتور تساعده للبرايفت سيكتور ترجع تنمينا للبرايفت سيكتور تعمل له شيء هو اللي رح, رح يشيلنا من لانه هو رح يسحب كل هالموظفين اللي رح ينصرفوا من, من, من القطاع العام هيك ما بدنا نحط نبعث العالم عندنا على بيوتها لانه طلع بينا نبعث على بالعكس القطاع الخاص قلت من ازمه اجتماعيه لازمه أسوأ. اكثر من قطاعنا. العام اكيد مصاري اكثر دونك دونك وقف النزيف مصرف لبنان القطاع العام متضخم البنك المركزي بعده عم بيدفع مصاري للبنوك مصرياتهم حاطينه عندهم عم عن بيدفعوا 7 ل 10% هلا أه كيف البنك عايش اليوم مم. ما في دين على الفوائد تبع مصرف لبنان وعلى كم ترانزاكسيون انت بتعملها شيك من هون وشيك من هون هيك ايش المصارف ولا ما في انكم على المصارف اوكي okay. دونك دونك هالنزيف مصرف لبنان لازم نوقفه سيديز نحوله ل... ل... ل في مليون خطه نعملها بنقعد عليها هيدي بدها ساعات Okay. الكهرباء، القطاع العام، ال التارجت السوشيال ايد عملوها هيدي يعني يعني الدعم المصرفي وقفت هيدي نشكر الله، اوكي؟ okay. العالم، اوكي okay. بس ليكو تعودوا عليها الناس، اوكي؟ okay. لكن حقاً وقفها من 30 سنه، تعال ليك جمعنا مصاري وعملناها من 30 سنه لو عنا لو عنا اكتفاء يعني شبه ذاتي خيي بالزراعه وبالصناعه ثالث نقطة توقفنا، اوكي؟ okay. ثالث uh, شيء بدنا نكون عنا فيسكال ريفورمز يعني الدولة بدها تجع تعمل إعادة هيكلة ميزانيتها ما فيها الدولة تطلع ميزانية مثل ما طلعتها من 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 شي شهر أوكي بعدها خسرانة ميزانية بدها تكون مكايتة أوكي بدأ لأنه نحنا بدها تكون تقشفية نحن بحالة اقتصادية الميزانية بدها تحمل الخطة التعافي على عشر سنين كل سنة بتعمل ميزانية جديدة لتحملها لهذه الخطة استراتيجية ميزانية بدها تعمل أوكي لا تقدر تحمل الخطه يعني بدون يوطوا يخ... هلا بقول ل... ل... نعلي التاكسز الضرائب ببلد ما معك تدفع ما بتعلي الضرائب اكيد ما بتمشي بالعكس بدك تقوي الجبايه بتقوي الجبايه وبترجع بتعمل اعاده هيكله قطاعك المؤسسات اللبنانيه الغير منتجه اول شيء القطاع العام اعاده هيكله موظفين واعاده انتاج اليوم انا ما بفهم كيف قطاع التليكوم كان يفوت 600 مليون دولار على الدولة اليوم مع خسران رح يصير كهرباء دونك وغيره وغيره اوكي الماي التليكوم مليون ضربة سخنة اوكي دونك اليوم كله هيدا بدنا نعمله إعادة هيكلة ليكون الميزانية تبع الدولة تكون مكيتة بلس ماينس 5% اللي بيسموها الجولدن رول اوكي خامس نقطة هي السيئة الداخلية بعد ما فتنا بالقدم عم نعمل الهاي ليفل ريستراكشرنج سيئه الداخليه انت منتج مزبوط عندك معمل مزبوط تعمل شوكولا وغيره وانت معروف بالترانسفورماسيون تبع الزباله هول ليك شو حلوين هول كلينكس على فكره عن جد عن جد فيري beautiful سو اليوم بدك تحط مصيرتك بالبنك مزبوط <تص> <cin> <تص> عم تربح مصاري بدك قطاع مصرفي عندك ثقه فيه، دونك الثقه الداخليه بالقطاع المصرفي، اول شيء لازم تعمل تعملها الخطة التعافي مع مساعده الاي ام اف. اوكي؟ خطه التعافي مش بس لنقص مصاري ولنسكر ن... الخسائر، خطه التعافي اعاده تبع الايكونومي كلها. واولهم قطاع المصرفي، ليش؟ لانه يعني القطاع المصرفي هو بيرجع بيمول الاقتصاد، ما فيك تعمل بروجكشن جي دي بي جروس اذا ما عندك قطاع مصرفي بيمول الوركينج كابيتال ريكوايرمنت تبع الشراك. اوكي؟ تون قطاع مصرفي بده اعاده هيكله جديد في شيء اسمه باد بانك وجود بانك اوكي مر على العالم معروفين يعني ذيس ار ستراتيجيز الاي ام اف عن الغايب بيخلقوا شيء اسمه اس بي في فاينانشال اس بي في بيحطوا فيها الباد بانك اسيتس والجود بانك اسيتس بيدمجوا البنوك اللي بيقدروا يعيشوا ومصر في لبنان بيجي بحط ايده على ال... مش هيك بدنا اعاده هيكله مصر في لبنان كمان بحط ايده على الاس بي في وبيرجع بيعمل اعاده هيكله هال... 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 هالباد بانك هالأصول هال... هالودايع الصعبه نردها بيخلقوا لها بروسيسيوس لحالها والجود بانك بعدين يكون عندنا 55 بانك بيجوا كوحده مصرف لبنان بيجا بيعملوا اعاده هيكله ويمكن ليش ما بنستعمل الذهب ونحط شوي يمكن 500 مليون بكل بنك حتى نقوي الكابيتال نخلق الثقه ويكون مصرف لبنان يكون عنده شير هولدر فيهم اوكي هاي البلدان كثير عاملينها هيك لانه هال شويه الذهبيات هو اللي مش بيع هو اللي حاطينهم كولاتيرال لا هو كابيتال اه كابيتال اقوى آه آه من الكولاتيرال ما حدا بيصرفهم هول الكابيتال ما بتدق فيه مم. بس شو الكابيتال بيجي بيركب بركب وقوه بالبنك يمكن يجي مستثمر خارجي يحط كمان مصاري بس يشوف انه بنك مركزي عمل له اعاده رسمية ما بترجع بترسم للبنك بمصريات المودعين دولار تو دولار زيرو اكيد هدول دولار ماينس دولار ايكول زيرو دولار بلس لورر ايكول اولموست زيرو <applause> اوكي سو ما عملنا شيء هي خطه الدوله التعافي زيرو بهيك 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 قصه لانه ما ما بترد السعر الداخليه بعد هيك البنوك بس ب ب بالبيل ان بسموه يعني مصريات مدين بتحطوا جوا هيدي اه شيء ثاني بعدين هيك البنوك مش بس بود بانك بود بانك بدك تعمل اعاده هيكله الحوكمه اليوم معظم البنوك بلبنان رئيس مجلس الإدارة هو تشيرمان يعني ديكتاتور ممنوعة هيدي بدك تعمل فصل بين رئيس مجلس الإدارة والسي اي او والسي اوكي الاورجان دو كنترول الاكزيكوتيف هيدي اول شغله اوكي حوكمه داخليه وثاني شيء آه، بدنا نشوف السياسيه بدك تمنع الفوتو السياسيه على, على اكثر من نص بالميه ما واحد بالميه اليوم تضرر المصالح مصالح السياسيه على البنوك <applause> كل هالقصص بدنا نشوفها باعاده هيكلة البنوك لنركب قطاع آه، آه، سان يعني آه، آه، متعافى متعافى و... وصحي صحي 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 مش بعد عشر سنين شفنا مشكلة تاني هلا تاني شغله اعاده هيك الثقه الخارجيه اوكي واكيد اعاده هيدي البنوك تمرق باعاده هيك القطاع المصرفي يعني يعني مصرف لبنان كمان مش بس بنوك ومصرف لبنان عنده خساره مثل ما بنعرف كبيره دوله حاجه نقول دوله مفلسه دوله منا مفلسه وانا بتشكر وزير الاقتصاد من يومين طلع قال دوله منا مفلسه فاينلي حدا أنا، اوكي ونحن بنتشكروا حاجه يقولوا بس كانوا شوية حاطين عينهم على هالكم اسيت اللي عندها الدوله الدوله مش مفلسه الدوله متعثره لانه تعثرت هي بقرارها على اليورو بوند مديونه لغيرها وبدها تدفع مصاري بس ما لنا خسرانه مصاري لانه الدوله مفسله بانكرابت الشركه فيها تعمل مصر مصرف لبنان ما في يكون بنك عنده مطبعة بيطبع مصاري الدولة ما فيها تكون بنك عندها أصول فيها تحسنهم أنا ما عم بقول بليز عم تسمعوني ما عم بقول اصول الدوله نيفر ما بنبيع اصول الدوله ولا اصول ولا يمكن الدوله إنه ملك فيه. الشعب اللبناني 100% بس الدوله بدها تطور اصولها الموجودين وتخلق اصول جديد جديد مثل كونسيشن اعطيك اكزامبل بدبي عملوا البالم م. من صفر كان في بحر خلقوا ارض, حطوا فيلايات عليها اوكي وبيعوها بمليارات الدولارات ليش نحن مثلا بجبل عامل لما يعني بنركب يورو ديزني مم. نعمل لهم مليون متر مربع اوكي نتصل ب يورو ديزني تعوا يا خيي تعوا ما في يورو ديزني بكل الشرق الاوسط اوكي تعوا بنعمل لكم مطار صغير اوكي هليكوبتر ونشق اوتوستراد اوكي منشطورا لهونيك من وين ايفر اوكي فتحنا طريق مع مطار صغير ونفتح يورو ديزني ليك ليك وبنقول لهم بنقول لهم يورو ديزني على 25 سنه ما بتدفعوا ضرائب كثير 3% ما بيجو؟ أكيد ما بيجوا اكيد بيجوا ما عندهم اجر بالميدل ايست بالشرق الاوسط فينا نعمل كثير عمي... اشياء على فكره يعني خصوصا بموضوع السياحه واحد بالبقاع بوصفوا خمسين الف واحد بتعرف شلون بوصفوا الف واحد يورو ديزني على كل حال عنا كمان حلقتين حلقه للزراعه في كتير في كتير. وحلقه للصناعه يلي هي كمان يعني ما لنا دايمين عايدين هيدا هيدا الثقه الخارجيه مع الاي ام اف عم نحكي عن الرود ماب اوكي مهم كثير لانه انا ما بدك تساعدك لإعادة هيكله البنوك وكمان البنك المركزي اعاده هيكله الحوكمه تبعه ما في يكون تضارب مصالح مثلا يعني كوميسيون دو البنك ما فيها فيه. تكون بقلب المصرفي السي ام اي بدها تكون اندبندنت بنك مصر مصر المركزي ما يكون مصر في يكون حاكم مصرف لبنان تشيرمان تبع السي ام اي انه ما شفتها بولا بلد بالعالم انه كله بدهم تظبيطات منه صعبين بدك نيه حسنه بدك نيه حسنه وبدك اكزكيوشن وهي الحسنة انا برايي مش موجودة بهذا الفريق. وهلا الاي ام اف بترد الثقة اكيد ومستثمرين خليجيين بيجوا معها، اوكي سمعنا انه زمدين مع الاير مع الكويت يجي يحط مصاري، سمعتها. كلهم بيجوا، اوكي؟ وبعدين في عنا اعادة هيكلة الديون. قصة صعبة لبنان، لبنان صعب، اوكي؟ بس منه اتس كومبلكس نوت كومبليكيتد. فرق كثير كبير، اوكي؟ إعادة هيك الدروم عنا شقين دين عنا تريجري بيلز دين دين لبناني وعنا دين يورو بوند دين بالدولار دين خارجي نيناتون 80% داخلية داخلية مم. دين داخلي دين الخارجي دي أصعب شوي هيدا بده شغل تقريبا شيء 12 ل 14 مليار دولار هول مع اشمور وفيداليتي إخرك عنا عندنا شيء استحاء هلا بتجون ولا لا؟ عندنا اشياء على طول بضل في اشياء بس مم. مم. ما عم ندفعهم خلص تعسرنا الدين الداخلي بدك ترجع تعمل اعاده هيكله فيري سمبل اليوم uh, الاكبر اكبر دين عندنا هو بالليره اللبنانيه، بدل ما نعمله على سبع سنين، نعمله على 30 سنه مثل ما نعمله بجريس، بدل ما ندفع 7% بسنه، ندفع 1% على 30 سنه، هيك بخفف العبء على ميزانيه الدوله بتسوق للمدين تبعك اللي شاريهم هولي انه رح نرد له اياهم، اوكي؟ وبخف الديت اوف جي دي بي تبعه، الأكبر اكبر دين هو بين مصرف لبنان والدوله. هيدي خطة أنا عرضتها، أوكي؟ من سنتين، أوكي؟ قلت له إيه ما بندق أصول الدولة، ما رح دق أصول الدولة، نخلق صندوق سيادة ملكه هو الدولة اللبنانية متشارك مع مصرف لبنان، لأنه مصرف لبنان مملوك من الدولة اللبنانية، الأصول ما بيروحوا، مصرف لبنان مالك الميدل مالك الكازينو، عنده أصول من الدولة، أصول الدولة. دونك نخلق هال هال هالصندوق، بنقول نحن مصرف لبنان مديون من الدولة 60 مليار، نخلق صندوق سيادة 60 مليار على الليرة على 1005 جبابه 5 مليار فريش اصول بيعملوا 60 مليار ماشي 5 مليار فريش آه، كم ارض كم شقفه ارض بيطلعوا فيهم اوكي بنقول لمصرف لبنان راح اعمل اكشنج بين الديت تبعك والصندوق انت عندك اوريدي اصول اوكي وانا معي حق انه ارجع ارد هالاصول بعد 10 سنين اشتريهم ات فاليو اوكي بسموه باي باك اوبشن بس بهالوقت انت مجبور تطور الاصول مثل ما طورت الميدل ايست الميدل ايست وكمان عم الوحيدين عم يطلعوا مصاري مش يمكن بنعمل نعمل احسن لا. وفي مشاكل جوا نحن عم نطرح انه عم... اول شيء شيل بس الشباب بس شيل المونوبولي عن الميدل ايست اوكي بتخلق فيك بتجيب خلي الناس يعملوا شركه طيران ثانيه ليش لا؟ هيدا وكمان نعمل مطارين بعد خير. بدنا حقيقة. مطار كارغو غير حديث. بيور كارغو ومطار مليون شغله مليون شغله هيك بتنمي اصولك انت كدوله 100% بورات دونك هل هل هالصندوق اللي بنخلقه نشتو بالدين اوتوماتيكمون على الورق بيجي كافي ام جي لك اوكي انا بدك مني 100 دولار هيدا تيتني حقه مئة دولار، خلص ما عاد بدي منك شيء، هيك بصير بشطبة قلم بيوقف الدين بين الدوله ومصرف لبنان، اكبر دين موجود اليوم بالإكواسيون اوكي؟ والباقي بتعمل له إيه هيكلة ما منا صعبة والاصول الدولية بضلوا مع الدولة، برجع بعيدا للمشاهدين ما تخافوا، إيه. اصول الدولة بضلوا مع الدولة ما لازم نقبل ينباع ابدا شي من ممنوع من لا الذهب مم. ولا الاصول، مم. اوكي؟ لا للبنوك لا ولا لغير البنوك لا غير لما حدا، لا حدا، لا حداً, حدا، لأنه جربوا ما اكيد وبعضهم عم بيجربوا بعدين آه، هيدا بسموه ناشونال ويلث فند اوكي بعدين اخر شيء بدنا نعمل سكلمنت اعاده الاموال المنهوبه كل العالم تحكي باعاده الاموال المنهوبه اوكي ما لازم ننسيهم اليوم ننسيهم ما بالخطه ما حدا يعني ما حدا له مصلحه يحكي فيهم من أوكي. يلي هلا هن دايرين الدم اعاده الاموال المنهوبه آه، صعبه اوكي انا كنت مدير بنك اوكي وصار عندي ترانزاكشنات اسيت فريزت اوكي من اشخاص اوكي عليهم شبهه عملنا فريز تبع الاسد وبدنا نسترد بدهم يستردوا الاموال للعالم اوكي قعدوا 11 سنه تركت انا البنك وبعدها فريز عرفت من كم سنه انه ربحوا الدعوه وردوا 5% 5% بالمية ما 10 وهول المصريين وهول رجعوا للي هو مختلف يعني اكيد اكيد عملوا عملوا ديل، هو ال 5% ما دفعوا حق المحامين، كيف؟ يعني اليوم الحلم الشعب اللبناني انه يسترد الاموال المنهوبه، كثير صعبه بدنا نقول انه كثير صعبه، لانه اول شيء بدك قضاء مستقل ليحكم انه منهوبه وهذا الزلمه ناهب، لتقدر تحط ايدك على الاصل تبعه. بدنا نعرف البروسيسيوس مش انه ايه بدي استرد الاموال اكيد بدنا هل... نستردها، هل... بروسيسيوس الدعاوي... صعب، بروسيسيوس صعب. لا بس خليني اسالك شوي، اليوم في خمس بلدان اوروبيه رفع دعاوي او عم فتحه تحقيق ب امواله لرياض سلامه اوكي طيب يعني هلا مثل ما عم بفهم منك يعني صعبة. رح ينطبق يعني ما رح يقدروا يعني ما رح يقدروا ي... ما بنعرف اذا لقوا بروفز انه في خطا رح يقدروا اذا ما لقوا بروف رح تعل 10 سنين امم اوريدي يعني ال... هذه القضاء خارج لبنان هذا القضاء اللبناني اول شيء بدنا 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 نحكم على يعني تبين انه عم بيتعاون معهم هي اوكي نشوف شو حيصير خليهم يلقوا بروف انه خاطئ وبيحكموا بس طالما ما لقيت بروف صعبه كتير والقضاء اللبناني كل ما تفوت حدا عن الحبس كل ما تظهر حدا عن الحبس بيجوا الضبوطات وبيظهر الزلمه اوكي ما رح نفوت بال بالديتاي اوكي فهمت على القضاء المستقل بدك يعني. قضاء مم. يعني. مستقل دونك يعني اعاده الاوهام المنهوبه متعلقه بس بدنا نبلش هي قلب الخطه دونك اذا بدنا نوقف نزل الخسائر من 60 مليار لصفر شقفه منا اعاده اموال منهوبه بدها تكون اوكي هلا انعمل شيء ثاني بالبرازيل اوكي شيء اسمه اوبيراسيون لافاجاتو يعني سيتلمنت يعني بيجي بيقول لك اوكي القضاء بيقول لك يا خيي انا عندنا شويه انفورماسيون انه شبهات عليك شبهات شو شبهات ما فتنا باكسيون جوديسيير على 10 سنين شبهات عندنا هالرد النص عندنا عندنا هالصندوق هل... 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 رد شقفه نص ربع ثلاث ارباع اوكي؟ رد شقفه ومننسى بس هذا شيء كتير خطير شيء كثير خطير اكيد لانه بكره هيدا بعد 10 سنين 15 سنه بيرجع بيطلع لك منظومه تعمل نفس ما بيمنعوه من يفوت على السياسه على 10 سنين هيك في كتير كنترول عليها بس بس بتروح هيدي كنترول المحاسبه البيور اوكي؟ بدنا نعرف يمكن اسرع هيدي اسرع اسرع, أسرع. وبتفوت اكثر مصاري عملها كمان فرنسا مع الاش اس بي سي لما في سكاندال فرنسا اش اس بي سي من شي خمس سنين مم سويسرا عندهم نمر تليفونات كل العام تلفون ونقول تعالوا نعرف إنه عندك هيك هيك حط شقه وخلص منسيه هيك صارت بلي بورجن بسموه لا الامريكان لا هيدي معروفه بال... بالقضاء بسموها بلي, بلي, بلي بورجن ستلمنت بلي بورجن اوكي هيدي بتفوت كثير مصاري وبسريع لبنان عايز مصاري يعني اذا بدنا نعمل خطه تعافي بدل ما تكون على 20 سنه تكون على 10 سنين اذا فوتنا شي 7 مليار دولار هيك حلوين اوكي بيعملوا لك بيقصروا المدة التعافي على لبنان 7 700 دولار قد نص الناتج المحلي اليوم هيدي بدك تلاقي لك 18 واحد مختلِيس <applause> كل واحد من طائفه وبتعمل بتعمل البلان مع بعض سو <applause> سو so, so, واخيرا واخيرا اوكي لما بننظف المشكله الماليه اوكي ومنثبت نسينا نقول تثبيت سعر الصرف كثير مهم لانه م. بدك تركب اقتصاد اوكي هيدي باول نقط هون. مش تثبيت ولا توحيد بالقليل؟ توحيد وإذا فينا تثبيت بس رح يكون كثير صعب لأنه ما عاد بقى عنا مصاري ليفرج في عنا كرولينج باك فينا نعمل أفضل من غير شيء أوكي أنا كنت حبيت الكرنسي بورد سيستم بس الكرنسي بورد سيستم صار في أقل شوي مصاري هلا والكرنسي بورد سيستم حاربوه كتير بس منيح لازم لازم ينحط انفاك الكابيتال كنترول على ست شهور تشوف شو عم بيصير وتركب كرنسي بورد سيستم على سنه سنه ونص بعدين تقلع البلد كمان رح يكون عندنا حلقه عن الكرنسي بورد مع دكتور ليال منصور سلم لي عليها كثير بحبها كثير دكتور اكسبرت بهيدي يعني. مية بالمية أه وبعمل تحيه لمسيو مرديني كمان هو كمان عم بناضل في هيدي الكرنسي بورد سو اليوم مهم الكرنسي بورد انا كنت يعني بعدني مشان الكرنسي بورد بس بظني صارت صعبه شوي تاخرنا بس نوت تو ليت في ناس وي كان ستيل دو ات تاخرنا لانه ما عاد في كفا مصاري بمصرف في لبنان uh, اذا بدك تستعمله بس الكرنسي بورد uh, ما عاد فيني اشتري طحين كيف؟ okay. سو so, سو so, uh, بدها تبلش شوي التفكير بس ميبي ا ميكس سوليوشن اوكي شورت تيرم ا ميكس سوليوشن بين كرولينج باك كرنسي بورد اند جولدن رول بس ل لا ل لا لاعاده لا لا رجله سعر الصرف حتى ما هو يركض بقى هيك واكيد مم. مش ليررا لانه ليررا <applause> خلص انسى كل شيء 100% كريمنال اكت ليلى اوكي واخيرا وبخلص فيها كيف بدنا نختم اوكي البالانس اوف بيمنت اوكي اليوم اهم شيء ميزان مدفوعات بدنا نرده ايجابي يوم سلبي يعني الاكسبورت اقل من الامبورت اوكي سو uh, so بكثير بكثير اليوم فرق فكنا رح ينزل الفرق نزل شوي مش لانه تحسن الاقتصاد لانه ذم زم اقتصادنا فرق كبير اوكي okay. اليوم الدوله ما تنسى بعدها كلفه انتاجنا عاليه بالتعافي بد... بخطه التعافي وبالفيسكال بوليسي والمونيتري بوليسي لازم ي... يركبوا ستراكشر لاعاده هيكله ميزان المدفوعات اوكي okay. يعني البالانس اوف تريد البالانس اوف سيرفيسز والكابيتال بالانس اوكي وغيرها اوكي كل واحد عنده استراتيجيه uh, شكل مع فيسكال شيل ما فيسكال شيل مع اعاده دعم الاس ام ايز حتى يعملوا ترانسفورماسيون اوف هول product اللي بدهم اكسبورت مع الستاندرديزيشن نورماليزيشن الايزو حتى يقدروا يعملوا اكسبورت مزبوط uh, مع uh, uh, شو اسمه uh, وضع uh, شو اسمه تعهدات بين البلدان حتى نعمل الاكسبورت بين ال... كله هيدا الدوله بدها تعمله اوكي ولما بنرجع من من, من ميزان المدفوعات من كيت يا خيه ميزانيه الدوله اوكي فيني صوغر لك زياد انه اقتصادنا نموه وتعافيه بصير اسرع بكتير اوكي ونرجع منكون رواد بالشرق الاوسط بس بدنا عالم عندها اراده بدنا عالم عندها نزاهه وبدنا عالم عندها وطنية غير حزبية غير تحاسسية وغير مصلحجية لحالها okay. يعني الله يسفع منك هلا منيح انه العملية منا مستحيلة العملية صعبة صعبة كتير يعني واللي عم عم بتطالبوا فيه انت انا اللي شايفه انه هول اللعيبة اللي بدك اياهم يعملوا هالخطة الخطة اللي انت بدك اياها انا بشك انهم موجودين بهاي التركيبة بدك غير تركيبه او بدك تركيبة تفرط ويرجع يجي ناس مثلك ومثل ناس كومبتنت نقدر لانه كتير ثقيلة تعرف شو بدك تعمل وانت قاعد برات اللعبة وهني عم يلعبوا غلط وانت عارف كيف لازم يلعب هيدي المشكلة طيب انا في عنا عادة نحن بهون بممكن كل ضيف باخر الحلقة منقدم له هدية هي بتكون عربون عن تحول هيدا الازاز من شيل من مطمر للنفايات ورجع نعمل اعاده تدوير ونعطاه حياه جديده على انه بريء ونعمل له هالتلوينه تيكون كمان خارج شوية عن المألوف بقى كتير بحب انه نهديك عربون ذكر عن هالحلقه الشيقه والكتير غنيه بالمعلومات يلي اعطيتنا اياها وبشكرك ميرسي كتير عن جد تكرم عينك فيري ماتش وأنا بهنيك اللي عم تعملوه. ميرسي لانه قليل اللي عم يعملوا مثلك وان شاء الله يكون في كثير لانه بدنا عالم تفكر بال بالانفايرمنت وبالريسايكلينج ذيس از ذا فيوتشر اذا بتشوف شو عم بيصير بغير بلدان برا الحديثه ريسايكلينج از ون اوف ذا مين درايفر اوف ذا ايكونومي 100% بدي okay. بدي lower كوست مور برودكتيفيتي بعدين عندك رو ماتيريال رو ماتيريال بين mas ايديك ببلاش مزبوط نيكولا شيخاني زياد مرسي كثير كثير لك والله يوفقك قلبي نحن وراك ثانك يو برافو قد ايه؟